اسمي عبد الله احمد، ابلغ من العمر 12 سنة. هتكلم عن ايه النهارده؟ ان شاء الله سأتكلم اليوم عن الصلاة. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايها الاحبه، موضوعنا اليوم عن الصلاه. وما ادراك ما الصلاه؟ تلك العباده العظيمه التي استهان بها كثير من الناس اليوم حتى يحق عليهم قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والصلاه نور ايضا، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، رواه مسلم. أي الصلاة نور، لأنها يستنير بها الوجه فيستنير القلب وينشرح الصدر. وإذا ضاق على الإنسان أمر فإنه يفزع إلى الصلاة، لأنها تنير القلب فيستنير الوجه وينشرح الصدر، ويجد الإنسان الدنيا أمامه سعة بلا نهاية. وأيضا أيها الأحبة، الصلاة نور في القبر، والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمسا ولا قمرا. وإذا كان الإنسان من المصلين كان قبره نورا. والصلاة أيضا نور في الحشر، لقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسروا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. والصلاة نور، لأن فيها يلاقي الإنسان ربه عز وجل. فالإنسان عندما يقف ليصلي ينادي ربه عز وجل وهو على عرشه يسمع ويستجيب له. وأكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.